وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: كتاب الصيام. صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كما كتب على الذين من قبلكم. الآيات ما موجودة عندكم؟ ها؟ الآيات؟ طيب، وليه عندك الآيات؟ لا، علق الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، بدليل قوله: فلن أكلم اليوم إنسيا. وقول الشاعر: خير صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. فهو الإمساك، لكنه بالشرع هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله ما هو مجرد الإمساك، التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وفرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، فصام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات بالإجماع. وكان أول فرضه أن الإنسان مخير بين أن يصوم أو يفتي. ثم لما اطمأنت النفوس وقبلت الفريضة، ألزم الله تعالى عباده أن يصوموا، وجعل الفدية في من لا يستطيع أن يصوم إذا كانت عزه عجزا لا يرجى زواله. ثم إن الصيام من حكمة الله عز وجل حتى يتم أنواع التكليف، لأن التكليف الذي كلف الله بالعباد منه شيء يكون ببذل ما يحبه الإنسان، مثل الزكاة، فإن الزكاة بذل ما يحب الإنسان كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقد يكون التكليف بمشقة البدن كالحج، وقد يكون التكليف بترك المحبوب مثل الصيام. وقول الله تبارك وقول المؤلف إنه أحد أركان الإسلام، هذا أمر معروف. وقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، فائدتان. الفائدة الأولى: تسلية هذه الأمة بأنها لم تلزم بشيء يشق عليها وحدها، بل ألزمت به الأمم السابقة. والفائدة الثانية: بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي كانت لمن سبقها، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الله تعالى استكمل الفضائل التي سبقت للأمم. والآيات شرحها يطول فلا حاجة لتعرض له، وإذا شئت أن تعرض له إجمالا فلا مانع.